يا مرحب، شبيك لبيك، الخبرة الكاملة بين ايديك، ميكانيكا، سمكرة، بوهية، حدادة، نجارة، لساتك، عجلات حديد، بلال ركب، جلب، تأمر يا اخوي. انت حكايتك شنو؟ حكايتي انا ما عندي حكاية، انا خبرة بقدمها لك على طبق من ذهب. سنعيدها الى سيرتها الاولى. اقول لك حاجة، ان احنا اول حاجة نلقي الضوء على العطل وين؟ طيب ألقي الضوء على العطل وين؟ جدا. اي تعال لي جاي شوية. جدا تفضل. شفتها؟ السخان، الحرارة هي سبب الأعطال دي كلها. انت عارف اللون الداكن بيمتص الحرارة، عارف الكلام ده؟ بعدين الإسبيرات ما بتتحمل، في كوري، في ياباني، في 5 مشكل، من هنا شوية من هنا شوية، في سكن هاند، في 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 بران نيو، كل حاجة من ديل عندها الستايل بتاعها. بعدين الأيام دي درجة الحرارة صعبة جدا، الفاصل المداري بيمر جنوب غرب عدبرة. يا أخي أنا الاخبار بتاعت الطقس دي انا في التلفزيون ما قاعد احضر يا حاج عليك الله. يا بعدين يا اخي عليك الله انا ما حصل لي يا اخي، انا داير لي ميكانيكي يا اخي، انا محصل عندي مواعيد يا اخي، انا ميكانيكي، انا بس حبيت اضرب لك مثال. لو انت لابس لك قميص اسود وبنطلون اسود ومشيت في الشمس، بيحصل شنو؟ بيحصل تفاعل كيميائي، فايسولوجي، سايكولوجي، من شنو؟ من اثر العرق، عشان يرطب على الجسم، عشان اعمل دوزنه، صح ولا ما صح؟ لا عم انا عليك الله، القصه دي لو غلبتك ورينا عشان اشوف لي ميكانيكي. لا ما غلبتني، غلبتني وين يا اخي؟ غلبتني وين؟ ما بتغلبني ولا اي حاجه، كده حاول دور كده. لحظه شفتها؟ دي الالوان الداكنه، الالوان الداكنه هي سبب المشاكل كلها، لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا اقول لك شنو؟ حاول دور كده. ما في حاجة. ما في حاجة أنا ناقر. أنقر بالراحة. الأبنس هسة خفيفة كده، وبعدين أنقر بالراحة. ما تدوس أبنس، هسة بس. أيوة جرب كده. جرب. ما في حاجة. طيب اقول لك حاجه، دوس الابنسر الاخر وزي شايل من الكرتش، وانقر طوالي نقره سريعه. يا ربي ده من شنو؟ قلت لي ما عرفتها من شنو. ربما تاثير التاخير واسباب العطل وشعورك بانك تاخرت كده، ده يكون سبب لك انهيار عصبي. طيب انت اسي ما ضيعت لي زمني، ما اخرتني انت اسي يا اخي. هاي لكن انا اعمل لك شنو يا اخي؟ انت ما كمان جايب لي حديد، انا ما قادر افهمه يا اخي. انت جايب لي حديد ومفتفت يا اخي، شي من الصين وشي من اليابان وشي من كوريا وشي هندي. يا اخي انا قال اعمل لهم هارمون كيف؟ اخليهم يحصل بيناتهم تموسخ كيف؟ اخليهم يندمجوا في بعض كيف؟ انا كميكانيكي يعني اخلق الحاله دي كيف؟ كويس. انا حموسخك انا. ما تنسى انه انا عندي خبره كبيره في الماراثون. انا حموسخك انا.